السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأخيرة لهذا اليوم من قناة السعودية. أبدأها بالعناوين. ضبط أكثر من 20,000 مخالف لأنظمة الإقامة والحدود في أسبوع. لمعرفة أخبار الطقس وتوقعات الأمطار، إطلاق خدمة رادارات الطقس التجريبية عبر تطبيق أنواع. أهلا بكم. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 20,600 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 1,017 شخصا، بالإضافة إلى تورط 9 أشخاص في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين في منطقة الجوف لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. كما قبضت مكافحة المخدرات في منطقة حائل على مقيم من الجنسية البنغلاديشية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. كما قبضت مكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الامفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الداير بمنطقة جازان تهريب 405 كيلوغرامات من نبات القاتل المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. أطلق المركز الوطني للأرصاد تطبيق أنواء لمعرفة أخبار الطقس وتوقعات الأمطار واستعراض معلومات الطقس على مدار 5 أيام مقبلة، إضافة إلى الخرائط التفاعلية وخرائط الرادار. وأضاف المركز خلال فيديو تعريفي للتطبيق عبر الصفحة الرسمية على منصة إكس أنه من خلال التطبيق يمكن أيضا معرفة سرعة الرياح والرطوبة وغيرها من التفاصيل الأخرى، والتي تصل إلى 8 خدمات عبر التطبيق. وتوقع المركز الوطني للأرصاد تقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة بدءا من اليوم وحتى الأربعاء، مع استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض. كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية. تنطلق اليوم فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في المركز الحضري بمحافظة القريات، التي تشتمل على تجارب متنوعة وفعاليات ترفيهية وثقافية وفنية. هذا وتعد محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، حيث تمتد على مساحة تصل لأكثر من 130,000 كيلومتر مربع. احتفى أهالي مركز الجديدة التابعة لمحافظة العلا بمناسبة عيد الفطر بحضور أنشطة تجسد التراث الشعبي للمحافظة ومسابقات الهجن، وذلك بتنظيم جمعية البر الخيرية بالجديدة. هنا في مركز قرية الجديدة بمحافظة العلا معايدة من نوع خاص جمعت الأهالي بمرتادي الطريق الرابط بين العلا والمدينة المنورة وينبع بتنظيم من جمعية البر الخيرية في الجديدة. مقدمتين في هذه المناسبة، مناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قائد نهضتنا
وسمو أمير منطقة المدينة المنورة. برامج منوعة وأنشطة مختلفة شهدت حضوراً واسعاً وتفاعلاً لافتاً خلال المعايدة التي بدأت بالعرضة السعودية وبعض الفنون الشعبية، بالإضافة إلى مسيرة للهجن. تحني ما قدمها المولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز وقيادة مملكتنا الحبيبة وجميع الشعب السعودي. الاحتفاء بعيد الفطر أحد التقاليد التي تتصافح بها الأيادي وتتوحد الدعوات طلبا من المولى الكريم القبول وتعبيرا عن الابتهاج بعد إتمام صيام الشهر الفضيل. راضي زيد، العلا. تستضيف الرياض اليوم ولمدة 5 أيام المهرجان السينمائي الخليجي في دورته الرابعة بتنظيم هيئة الأفلام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إذ يتنافس على جوائز المهرجان عدد من صناع الأفلام المشاركين من كافة دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي 29 فيلما، وسيكرم الفائزون بجوائز ضمن الحفل الختامي للمهرجان. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره النرويجي الأوضاع في غزة. أبي أعمل شيء يقولوا لي بكرة إذا كبرت. بدري عليك، لا تزعل توك صغير. لا مو ممكن. ممنوع. لا لا اسمع كلام، لا تجادل، لا تناقش. هذا كان زمان، الحين إحنا غير. بالفطرة إحنا نعرف. أخذت الكزبرة. هذا كم؟ 4 5. تمام يلا بسرعة، صلحينا الحليب قاعد يصيح. الطماطم خلينا نص. احنا قاعدين ونوزع الكتب. احنا مسؤولين. ما هي خايفة تنزل من الرصاصة. احنا نقدر. ابي واحد نص قاسي نص عمود قاسي. توعدني انك تقرأها من عيوني. احنا نبي تبحي السلطان سويتها. والله هذا غالي غالي، لا حطه هذا. بالفطرة إحنا قدها وقدود. يعني تخيلوا معي مثلاً. ولا أقول لكم لا تتخيلون، بس شوفوا البرنامج. حياكم الله من جديد. استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية النرويج عبر اتصال هاتفي مستجدات الأزمة في قطاع غزة والجهود الهادفة لاحتوائها.
وصلت إلى مطار العريش الدولي في مصر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية 46 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية تمهيدا لنقلها إلى متضرري قطاع غزة. وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر عليهم. هذا وارتفع عدد الضحايا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 189 على التوالي إلى قرابة 34,000 قتيل وإصابة أكثر من 72,000 معظمهم من النساء والأطفال. وأفادت الصحة الفلسطينية أن 89 فلسطينيا قتلوا خلال اليوم الماضي. حذرت الأمم المتحدة من استمرار الأوضاع الصعبة في غزة دون إيصال المساعدات الإنسانية أو دعم للرعاية الصحية الحيوية، مبينة خطورة الوضع في الشمال بشكل خاص، حيث أكدت أنه تم تسليم ما يقرب من 800 شاحنة فقط، داعية إلى تجنب عرقلة عمليات توزيع المساعدات. أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا ابتداء من مساء اليوم لعدة ساعات مقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات، وذلك في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة. أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي أن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى سيعقد يوم الاثنين المقبل في مدينة طشقند الأوزبكية. وأكد البديوي أن الاجتماع يأتي بناء على رغبة الجانبين في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما وحرصهما على تعزيز الحوار الاستراتيجي لبناء علاقات قوية تهدف لخدمة المصالح المشتركة بين الجانبين. قامت المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مختلف أشكال الدعم للمتضررين بشتى بقاع الأرض، ومن ضمن تلك الجهود الإنسانية دعم الأمن الغذائي من خلال زكاة عيد الفطر المبارك، حيث وزع المركز زكاة الفطر في عدد من الدول من ضمنها الصومال واليمن وسوريا، استفاد منها أكثر من 800,000 شخص. قدمت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعما ماليا قدره 6,200,000 دولار لما يقرب من 827,000 طفل من أجل ضمان الوصول إلى فرص التعليم الجيد في اليمن، حسب ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. وأوضحت المنظمة أن التمويل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة مكنها من ضمان الوصول إلى فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي للفتيات والفتيان من الفئات الضعيفة، مضيفة أنه أدى لتحسين ممارسة التعليم والتعلم داخل الفصول الدراسية. بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تساهم مشاريع المياه في اليمن والتي تعمل عبر الطاقة النظيفة في تخفيف التكاليف المالية على الآبار التي كانت تشتغل عبر الوقود. ونتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن هذا الموضوع. كلفة كبيرة يشكو منها ملاك الآبار نتيجة ارتفاع أسعار الوقود المشغلة لها ومعاناة آلاف الأسر في اليمن من جراء النقص الحاد بمياه الشرب. في هذا الإطار بادر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتوقيع عدد من الاتفاقيات ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، لتشغيل 12 مشروعا لمياه الشرب باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية في 5 محافظات يمنية. ويشمل المشروع دورات تدريبية للمهندسين الميدانيين لمنظومات الطاقة لتشغيل آبار مياه الشرب تعزيزا لمهارة الفرق الفنية الميدانية. يعد إنجاز كبير وجيد أن تتجه اليمن بدعم من الأشقاء في السعودية لاستخدام الطاقة الشمسية المتجددة الغير مكلفة
والمخففة للإنفاق. يذكر بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، استفاد أكثر من 62 ألف مستفيد يمني من هذا المشروع. مشاريع خدمية تلامس حياة الناس، مشاريع مستدامة تخفف المعاناة على المواطنين. نشكر المملكة على هذه المشاريع وعلى القائمين على هذه المشاريع. مشروع المملكة لاستخدام الطاقة المتجددة يساهم في تخفيف التلوث المناخي بالوقود وانبعاث الكربون، ووفر أكثر من 600 ألف لتر من الديزل سنوياً، كما يستفيد أكثر من 62 ألف مواطن يمني من هذه المبادرة. وفي ظل معاناة اليمن من شح المياه، فقد عملت هذه المنظومات على إنتاج أكثر من 4 مليون متر مكعب من المياه عبر هذه الطريقة. أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة في السودان أصبحت من أشد الأزمات وأكبرها في العالم، وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وأن غالبية المرافق الصحية لا تعمل، منبها من أن النظام الصحي ينهار لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والحدود في أسبوع. لمعرفة أخبار الطقس وتوقعات الأمطار، إطلاق خدمة رادارات الطقس التجريبية عبر تطبيق أنواء. شكرا لكم على طيب المتابعة، تصبحون على خير في أمان الله.